اخطر حاجه ان انا ببقى حافظ وصايا ربنا ولكن ما اعملش بيها، زي الشاب الغني اللي جه يسال السيد المسيح ماذا اعمل لارس الحياه الابديه. السؤال شكله جميل جدا. فالسيد المسيح قال له الوصايا، قال له حفظتها كلها، كل الوصايا حفظتها. قال له طب جميل جدا حسن، بس يعوزك حاجه واحده. ايه هي؟ اذهب وبيع كل مالك وايه واتبعنا. انت كنت بتهتم بالمال اكتر من الابديه، كنت بتهتم بالحياه اكتر من الابديه. فربنا بيقولك بيع، بيع يعني اترك، اترك، تنازل شويه، ما تحبش الحاجه دي، مش هي دي اللي هتعيشك وهي دي اللي هتشبعك وهي دي اللي هتفرحك، بل بكل كلمه تخرج من فم الله